عد معي، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. تمام؟ الناس ذكرت كم مرة؟ عديتي معايا؟ الناس ذكرت كم مرة؟ 5 مرات. تمام؟ أيوة. هذه من قوة الناس. الإنسان بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، خلاص، وسيدي محمد من الإنس. تمام؟ يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله، خلق الله من الإنس، ما يتقال لهم غير لعنة الله على الظالمين. أيوة، خلق الله من الإنس، اللي يدخلوا مشاهد ما حقتهم، اللي يمدوا يدهم الحاجة ما حقتهم، خلاص. تمام؟ اللي يمدوا لسانهم على حاجة ما حقتهم، يتكلموا في موضوع ما يخصهم. تمام؟ اللي يعني يقول لك النظرة الأولى لك والثانية عليك، واللي يبصوا في حاجة يقول لك ولا تمدد عينك لما متعنا به، صح، من غيرك. يبقى اللي يمد يده على حاجة ما حقته، هو اللي إن شاء الله خير يمد لسانه على حاجة ما تخصه ولا له دعوة فيها، واللي يمد عينه على حاجة ما يعني حقته، لا تقربوا هذه الشجرة، شايفة؟ لا تروح هناك. فيقعد بقى إيش يطالع كده ويزغر، صحيح؟ تمام. قل أعوذ رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. كتلة ثلاثية الأبعاد بتتحرك بالطاقة اللي جاتها، بتعمل فيها كده، خلاص. الحركة حقت هذه الكتلة يعني دليل على إنها على قيد الحياة، المتحرك حي والثابت ميت. تمام؟ alright. يبقى الداخل إلى القلب زي الخارج منه بالضبط، يعني يقول لك اللي على قلبه، اللي في قلبه على لسانه، صح؟ تمام. إذا ذكر الله وذكر السيد محمد، خلاص، وكان من الإنس اللي يدخلوا مشهد القلب بدون استئذان، يحاولوا، لا يا لطيف، لا يذكروا الله ولا يصلوا على النبي عندما يذكر سيدي محمد، يبقى إن شاء الله لعنة الله على المعتدي، ذكر أو أنثى من الإنس. هذه الكتلة أيوة عندها عداوة مع الإنس المعتدي، عندها عداوة مع الإنس الظالم، عندها عداوة مع الإنس المنافق، عندها عداوة مع الإنس الكاذب، فوق الأرض واللي تحت الأرض. إنس الجن ذكر مرة واحدة، خلاص. تمام. الوسواس الخناس أي حد يجي يلعب في ال في الليلة بتاعتي دي، يعني فاهمة كيف؟ سيف سيدي علي، لأنه الإنس اللي هو الناس يعني ذكروا 5 مرات. قل أعوذ رب الناس، حلف بالناس اللي خلقهم، فأمرنا بجاه الله، أمرنا أن نستعيذ من خلقه. قل أعوذ برب الناس، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة ومن شر ما خلق. الخير من الله والشر من الإنس، من خلقه، right؟ الله خير حافظ وأرحم الراحمين. ويلا يلا استجري بقى، أحد يجي يعدي على الليلة دي.
لأنه هذا المشهد هذا كله هذا المشهد، فاهم كيف؟ مشهد مادي ثلاثي الأبعاد انعكاس على مشهد القلب المعنوي. تمام. دليل على حياة وقدرة، يعني حركة القلب، أنه هو يبصر ويسمع ويشعر بذاته في المشهد اللي هو رزقه. تمام. هذا كله معناه إيش؟ أنه حي. أيوة، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالقلب عنده إيمان بوجود الخالق ألا وهو الله. تمام. وعنده إيمان أنه لم يخلق ولم يتحرك أصلا ولم ينفخ الله في صورة فيه، يعني علشان يذكره. Otherwise يعني عفرة الدنيا والآخرة. يلا طلعوا عفريتكم عليها، تسفسدي عليه. خلاص. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله هو ولي في الدنيا والآخرة. حسبي الله، حسبي الله في خلقه، حسبي سيدي محمد في أمته. طلقاء سيدي محمد اذهبوا فأنتم الطلقاء. لا لا، لأنه لو كنتوا من أحباب سيدي محمد ما تدخلوا مشاهد بدون استئذان. طبعا القلب يدرك بقدرة الله، الله يعني اللي هو اللي علمه كيف يفرق ما بين أمة سيدي محمد اللي هم أحبابه وأمة سيدي محمد اللي هم طلقائه. فطلقاء سيدنا محمد إيش نقال عليهم؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. أنا عرفتكم، متعودة عليكم، خلاص اذهبوا بقى، روحوا للي خلقكم. اللي انقطع عنه العمل عاد برضك في النمرة غلط، جيتيني غلط حبيبتي، أنا خلق زيك. تمام؟ أيوة. تفسدي علي رزقي، تفسدي علي سكينتي، تفسدي علي حياتي، علشان أنت انقطع عنك العمل وما أنت قادرة تحسني من مستواكي. أنا ما يعني حسبي الله عليك. تمام؟ أيوة. اللي بسم الله ما شاء الله لسه فوق الأرض، ما انقطع عليهم العمل، لكن في حالة غفلة. تمام؟ برضو نمر غلط، أي حاجة من البهللة دي نمر غلط برضو، لأنه زيك على الأرض، فهم كيف؟ متساويين. أيوة. تجي عليا أنا أقول لك تبي تيجي عليا، طيب إن بسطت يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي لأقتلك. فعل مضارع مستمر، ما أنا ببسط يدي لأقتلك. عندك القدرة انك تمد لسانك وتمد عينك ويا لطيف يا لطيف يا لطيف تمد يدك، طيب براحتك، انت حتحاسب عليك. صح؟